ساره هي طفله اللي ماشي عايشه في الجزائر، عايشه اون دوغ من الجزائر دون اون بتيت فيل هكا، وحبوا يزوجوها حبوا يبيعوها. اللي فات وحده كانت باغيه كوزميتيك في وهران سوبرات صح. روحي هذيك فوالا دوكو. وساره ما قبلتش دونك مع المعيشه اللي هي عايشتها فقراء شويه وما عندهمش امكانيات، حبت تجي الجزائر وتعيش حياتها وتسيب خدمه وتخرج شويه من هذا المعيشه. وانت صديقه تاع ملك، صديقه تاع ملك، كي نلحق الجزائر يعني ملك تكون ثاني هربت من دارهم راكم شفتوا وعلاش، ونتلاقاو في الجزائر. بناتي هربوا من الدار في زوج. لا يبقى مسلسل، لا يبقى مسلسل، يبقى مسلسل في وقت وي الله يستر. اكزاكتومون. ومن بعد تكترفدني ملك عندها نعيش معها عند نقولوا برماني حياه بين قوسين انه مجموعة واحده تهرب من دارهم ماش راح تلقى الامان في الزنقه ولا ايوغ من غير دارهم، ورغم المشاكل رغم الفقر ربما، ولكن ما كاينش كيما الدار اللي تستر الطفل. اكزاكتومون. دايوغ دوكا دوك كي راح يشوفوا المسلسل راح يفهموا بلي الطفله تبقى في دارهم خير. فوالا تخي بيان، هذا هو.